الأخبار من الراي. أهلا بكم في نشرة أخبار الراي، تصحبكم خلالها سمير عبد الله، والبداية دوما بأبرز العناوين. علم الكويت يرفرف على منصة مجلس الأمن، والتهاني ترفع للمقام السامي. الكويت تستضيف اجتماعات تنسيقية تمهيدا لمؤتمر رؤساء البرلمانات الخليجية. العناية الإلهية تنقذ رئيس الأركان ومرافقيه عقب حادث مروحية في بنغلاديش. الروبوت الآلي على موعد مع الالتحاق قريبا بركب قطاع الإطفاء الكويتي. ترامب يتعهد بدعم الانتفاضة الشعبية الإيرانية ويسخر من زعيم كوريا الشمالية. علم دولة الكويت يرفرف خفاقا على منصة أعلام الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي بعد تسلمها رسميا مقعدها غير الدائم في المجلس، فيما تعقد القيادة السياسية آملا كبيرة على عضوية الدولة لعامين مقبلين. وبهذه المناسبة أكد أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أن تلك الخطوة تعد إنجازا بارزا يجسد نجاح الدبلوماسية الكويتية، ويضاف إلى الإنجازات المشرفة التي تحققت بفضل الجهود المخلصة والوفية لأبناء الوطن. جاء ذلك في رسالة شكر جوابية بعث بها الأمير إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، الذي وجه رسالة تهنئة للأمير قال فيها: لسموكم ننحني تقديرا واحتراما واعتزازا بما أحرزتم لبلدنا من تقدم وإنجاز كبيرين شهد له العالم كله، فهذا كتابكم ينطق لسموكم بالحق كتابا منشورا يقرأه العالم بأسره ببالغ الاعتزاز وعظيم الافتخار لما أسديتم للكويت من معان سامية ومساع حميدة بوأت الكويت مكانتها المرموقة. كذلك هنأ مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأميرة وولي العهد بمناسبة بدء عضوية الكويت في مجلس الأمن، مؤكدا أنها تمثل نجاحا للدبلوماسية الكويتية المتزنة، وتأتي تعزيزا للمكانة المرموقة التي تحظى بها الكويت على الصعيد الدولي. من جهة أخرى، قرر المجلس تكليف جهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان بالتنسيق مع لجنة السياسة العامة والإعلام بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لبحث إمكانية الاستفادة من الخبرات الصينية لتحقيق الرؤية المستقبلية لتنمية الجزر الكويتية ومدينة الحرير. حكوميا أيضا، أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الرضان موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بتعيين الدكتور حمود فليطح مديرا عاما للهيئة العامة للرياضة بدرجة وكيل وزارة. كما تمت الموافقة على مشروع مرسوم بتعيين الدكتور عبد الكريم تقي مديرا عاما للهيئة العامة للصناعة بدرجة وكيل وزارة، وتعيين الدكتور خالد الفاضل وكيلا لوزارة التجارة والصناعة. وفي نيويورك تم رفع علم الكويت منذ أمس على منصة أعلام الدول الأعضاء بمجلس الأمن بعد تسلمها مقعدها غير الدائم في أهم مؤسسات منظمة الأمم المتحدة للمرة الثانية في تاريخها. جاء ذلك خلال مراسم تنصيب أعلام الدول التي انتخبتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في يونيو الماضي لشغل عضوية غير دائمة بالمجلس خلال عامي
2018-2019 وسط حضور كثيف من وفود الدول الأعضاء الجدد والصحفيين والدبلوماسيين. بدوره قال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي إن انضمام الكويت لمجلس الأمن يعتبر إنجازا كبيرا للسياسة الخارجية الكويتية، وهو المعني بصيانة السلم والأمن الدوليين. وأكد العتيبي أن أهمية مجلس الأمن تكمن في أن مهامه الأساسية تمس أمن واستقرار الدول ومنع نشوب النزاعات، وأضاف أن الإنجاز الأهم والأبرز هو ما سيتم تحقيقه خلال فترة العضوية، سيما وأن المجلس يتابع حاليا مسؤوليات كبيرة وقضايا تهم وتمس الكويت، إذ أن أغلب القضايا المدرجة على جدول الأعمال تعنى بالدول العربية مثل فلسطين واليمن وسوريا والعراق. إشادة كويتية بجهود أعضاء لجنة التنسيق والعلاقات الخارجية الممثلة للبرلمانات الخليجية، والذين عقدوا اجتماعاتهم التنسيقية اليوم تمهيدا لانطلاق مؤتمر رؤساء البرلمانات الخليجية الذي سيعقد في الكويت الاثنين المقبل برعاية وحضور أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد. وبهذه المناسبة استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه أعضاء اللجنة مثنيا على جهودهم المبذولة لإنجاح المؤتمر. كذلك عبر عدد من أعضاء الوفود الخليجية عن أملهم بنجاح المؤتمر، مشيدين بجهود الكويت ورئيس مجلس الأمة في هذا السياق. باسمي وباسم مجلس الشورى أشكر الكويت على استضافة هذه اللجنة التحضيرية، وأشكر سعادة سيد مرزوق الغانم المقابلة. والكويت دائما هي تجمع الأخوة الجميع في الخليج على المحبة. طبعا احنا دائما الكلمة الخليجية ان شاء الله واحدة، ونجتمع الخير، والله يوفق الجميع ان شاء الله. يحسب لمجلس الأمة بدولة الكويت الشقيقة هذه البادرة بانعقاد الدورة 11 لاجتماع رؤساء المجالس التشريعية بدول المجلس. أنقذت العناية الإلهية رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر وأعضاء الوفد المرافق له بعد تعرض مروحية كانوا على متنها لحادث خلال زيارتهم الرسمية لبنغلاديش. وأكدت وزارة الدفاع سلامة الجميع، موضحة أن المروحية تعرضت لحادث أثناء عملية هبوطها في منطقة سيليت، حيث حجب الضباب الكثيف رؤية الطيار، ما أدى لاحتكاك المروحية بالأشجار وهبوطها قبل الموقع المخصص لذلك. وشددت الوزارة على أنه لم يتم تسجيل إلا خسائر مادية وإصابات طفيفة لأحد المرافقين، وقد تم التأكد من سلامة الجميع. وقد أجرى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد اتصالا هاتفيا برئيس الأركان، هنأه خلاله بسلامته ومرافقيه من الحادث، كما هنأ رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم رئيس الأركان بسلامته وسلامة مرافقيه. في سياق مختلف، بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح مع وزير الدولة لشؤون الدفاع البريطاني جيفين ويليامسون والوفد المرافق له أوجه التعاون المشترك. وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالوزارة إن الشيخ ناصر الصباح أشاد بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرة إلى مناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، سيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تعزيزها وتطويرها. في المقابل أشاد ويليامسون بالدور المهم الذي تقوم به الكويت في المنطقة عبر مشاركتها في التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش.
الروبوت على موعد مع الالتحاق قريبا بركب الإطفاء في الكويت، وفقا لما أعلنته الإدارة العامة بالتزامن مع زيارة مديرها الفريق خالد المكراد إلى مصنع في مدينة تشينغدو الصينية. واعتبرت الإطفاء أن إدخال هذه التقنيات لخدمتها يأتي في إطار استكمال تطوير منظومة الاستجابة والاستعداد للتعامل مع الحوادث. وقد اطلع المكراد خلال زيارته على آليات تهوية الأنفاق والدراجات النارية ومعدات الروبوت التي يتم التحكم بها عن بعد، نظرا لأهميتها في التعامل مع الحوادث في المناطق التي يصعب الوصول إليها. مطالبات بعودة الحركة الطلابية إلى سابق عهدها من خلال تفعيل دورها الإيجابي في التصدي للتحديات التي تواجه الميدان الطلابي، جاء ذلك خلال ندوة عقدت تحت عنوان واقع مؤلم ومستقبل مظلم بمشاركة العديد من رؤساء وأعضاء القوائم الطلابية الكويتية. وفي السياق حذر المتحدثون من الانخراط في التكتلات القبلية والطائفية على حساب بالولاء والانتماء للوطن. استكمالا الوضع السيء اللي احنا فيه حاليا بالحركه الطلابيه، يطلع لنا نائب مجلس السمه يهاجم ويستصغر الحركه الطلابيه، وللاسف ما نشوف في رده فعل قويه تجاه هذا التصريح. واحنا ما نعتب عليه لان هذا هو مستوى تفكيره وحدود تفكيره، احنا نعتب على كوادر الحركه الطلابيه اللي تقوم بدعم هذا النائب وتشتغل معاه كمفاتيح انتخابيه. لا يمكن عزل الحركه الطلابيه عن يعني المجتمع اللي تعيش فيه، فهي تتاثر بشكل او باخر. وهذا دور الاتحاد الرئيسي اليوم، للاسف الاتحاد مقصر جدا في دوره، ولا عاد يعني يلبي طموحات الطالب البسيط او مستلزماته البسيطه. نشوف انه دائما ترتكز على ثلاث محاور رئيسيه. ثلاث محاور رئيسيه يقابلها ثلاث تحديات اخرى. المحاور الرئيسية الطالب، الوطن، والبرنامج. لما تقول الحركة الطلابية ما تحتوي على برنامج، معناها حركة طلابية فاشلة فيها اختلال. الطالب يكون يمشي وراء يعني أمراض المجتمع من القبلية والطائفة، في هناك اختلال. وأمام هذه الثلاث ركائز هناك ثلاث تحديات رئيسية: التحدي النقابي، والتحدي الاجتماعي، وأيضا التحدي السياسي. ونبقى مع أخبار الوسط التعليمي، فمن العام الدراسي المقبل بإمكان خريجي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في تخصصات المحاسبة والتأمين والبنوك والإدارة والحاسب الآلي إكمال دراستهم الجامعية في مصر ابتداء من السنة الجامعية الثالثة، وذلك عقب موافقة المجلس الأعلى للجامعات بمصر على معادلة شهادات خريجي تلك التخصصات في هيئة التطبيقي، حيث نص القرار على معادلة شهاداتهم بسنتين دراسيتين جامعيتين، فيما يجري العمل على معادلة تخصصات أخرى. وللمزيد انضم إلينا من القاهرة رئيس المكتب الثقافي الكويتي الدكتور أحمد رشيد المطيري. أهلا بك دكتور. أولا، ما هي خلفيات هذا القرار ومتى تم إبلاغك به؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء كانت تقديم الطلب يعني قبل تقريبا 6 أشهر المجلس الأعلى للجامعات مع وزير التعليم العالي، بعد أن اكتشفنا أن أبنائنا الطلبة خريجين تطبيقي وحاطين على دبلوم تطبيقي من كليات دراسات تجارية والتكنولوجيا والعلوم الصحية والتمريض، للأسف جلهم يبدون من السنة الأولى إذا رقبوا باستكمال دراستهم في جمهورية مصر العربية. فوجدنا من الظلم يعني يبدأون من الفرقة الأولى كأن الدبلوم التطبيقي يعامل معاملة ثانوية عامة. فبدأنا الحين كمكتب ثقافي بخطة بالتواصل مع المسؤولين، ومن ثم نقدم مقترح لمجلس الجامعات، وشكلوا لجان مقاصة، ولله الحمد كان باكورة موافقتهم كلية الدراسات التجارية من العام القادم بإذن الله. التخصصات اللي ذكرت فيها راح يبدون إذا رتبوا في الدراسة في جمهورية مصر العربية من الفرقة الثالثة بإذن الله. طيب، هل هناك احتساب لأقدمية سنوات معينة أم أن كل حاملي الدبلوم سيتمكنون من إكمال دراستهم الجامعية؟ هو طبعا وفق اللوائح التعليم العالي بالكويت، إذا كان الطالب بمؤهله قديم خاصة الدبلومات، نتكلم عن الدبلومات مش الثانوية العامة، إذا يبدأ من الفرقة الأولى طبعا يعتبر شهادة تقدم، لكن إذا كان يبدأ بالفرقة الثانية أو الثالثة فلا تعد هناك، لا تحسب اقدميه، بامكانه البدء بالدراسه مباشره. وهذا راح يحصل للتخصصات كليه الدراسات التجاريه عدا القانون، لانه لم ينتهي بعد
لجنة المقاصة، فبإمكانهم الدراسة حتى لو كانت الشهادة قديمة. نعم دكتور، بالنسبة لباقي التخصصات من قانون ودراسات تكنولوجية، متى تتوقع الموافقة على معادلتها؟ اللجان شغالة، لجان المقاصة في مجلس الأعلى للجامعات، وهناك طبعا بعض المطالبات راح نخاطب عميد كلية دراسات تكنولوجية اللي طبعا بعض المعلومات مطلوبة في المجلس الأعلى، راح نتواصل معه خلال الأيام القادمة. والدبلوم ايضا القانون تحت الدراسه، وكذلك دبلوم التمريض والعلوم الصحيه وافقوا عليه، راح يكونون بالفرقه الثانيه باذن الله. نعم، رئيس المكتب الثقافي الكويتي الدكتور احمد رشيد المطيري، شكرا جزيلا لك. المظاهرات الإيرانية في يومها السابع وسط استمرار الاحتجاجات وارتفاع سقف المطالب وتزايد القتلى الذين بلغ عددهم 22 قتيلا بحسب أرقام رسمية، بينما تقول مصادر في المعارضة الإيرانية إن عدد القتلى أكبر من ذلك بكثير. وقد ركزت مطالب المحتجين ولافتاتهم على إسقاط القيادة الدينية ونظام ولاية الفقيه بما في ذلك المرشد علي خامنئي، كما شهدت مدن إيرانية عدة مظاهرات ليلية أدت إلى اشتباكات مع الشرطة وقوات الأمن في بعض المدن. وقد أعلنت وكالة مهر الإيرانية للأنباء مقتل 3 عناصر من قوات المخابرات الإيرانية في مدينة بيرانشار غرب البلاد في معركة مع من أسمتهم معادين للثورة. في موازاة ذلك وخلال اتصال هاتفي مع نظيرها التركي رجب طيب أردوغان، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إنه يأمل بأن تنتهي المظاهرات التي تهز إيران خلال أيام. بدورها قالت الرئاسة التركية إن أردوغان أكد ضرورة حماية السلم والاستقرار في المجتمع الإيراني، وإنه يشاطر نظيره الإيراني رأيه بأن الحق في التظاهر يجب ألا يؤدي إلى انتهاكات للقانون. كما أضاف بيان الرئاسة بأن روحاني شكر لأردوغان تعاطفه وعبر عن أمله بأن تنتهي الاحتجاجات خلال أيام. بدوره قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة له على تويتر إن بلاده ستدعم بقوة الشعب الإيراني الذي يعيش انتفاضة مطالبة بضرورة إسقاط نظام ولاية الفقيه بما في ذلك المرشد علي خامنئي. وغرد ترامب قائلا شعب إيران سيجد دعما كبيرا من الولايات المتحدة في الوقت المناسب. وبسخرية واستهزاء رد ترامب على تصريحات زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، والتي قال فيها الأخير إن الزر النووي موجود دوما على طاولته. وقال ترامب في رده إن زره النووي أكبر وأكثر قوة. وأضاف الرئيس الأمريكي في تويتر على تغريدته إن الزعيم الكوري الشمالي يقول إن الزر النووي موجود على طاولته في جميع الأوقات، أرجو إبلاغه ونظامه المتهالك والمتضور جوعا بأنني أيضا لدي زر نووي يعمل أكبر وأكثر قوة. خام الكويت يعزز رصيده السعري، تابعونا في الصفحة الاقتصادية بعد هذا الفاصل. مجددا أهلا بكم بالأخبار الاقتصادية. أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم على ارتفاع مؤشراتها الرئيسة 3 بواقع 88 نقطة ونصف النقطة للمؤشر السعري، ونحو 6.5 نقطة للوزني، و19 نقطة ونصف النقطة أيضا لمؤشر كويت 15. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق 19,600,000 دينار كويتي. ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 28 سنتا في تداولات أمس ليبلغ 63.78 دولارا، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية انخفضت أسعار النفط أمس مع عودة عمل خطي أنابيب كبيرين في ليبيا والمملكة المتحدة وارتفاع الإنتاج الأمريكي لأعلى مستوى في أكثر من 4 عقود. ديابي يصل للتوقيع مع الملكي، التفاصيل في الصفحة الرياضية بعد هذا الفاصل.
مجددا اهلا بكم بالاخبار الرياضيه. وصل الى البلاد المحترف الايفواري لاسينا ديابي قادما من فريق صحم العماني تمهيدا للتعاقد مع فريق القادسيه في فتره الانتقالات الشتويه. ويشغل ديابي مركز راس الحربه وهو المركز الذي يفتقده القادسيه في الفتره السابقه بعد رحيل هدافه البرازيلي سيلفا، ومن المنتظر ان يتم توقيع العقد خلال الساعات القليله المقبله. عقب خروج المنتخب البحريني من الدوري نصف النهائي لدورة كأس الخليج 23 على يد المنتخب العماني بهدف وحيد، تقدم لاعب المنتخب البحريني سامي الحسيني بالاعتذار للجماهير البحرينية الكبيرة التي آزرت الفريق في مشوار الدورة. الحمد لله على الكرة، فوز وخسارة، ويعني وانا يعني احنا خسرنا الجمهور اللي جانا الوفي، يعني ما قدرنا نفرح لو بشيء بسيط يعني، لكن هاي حال الكرة، فوز وخسارة. فنتمنى إن شاء الله المسابقات الجاية والبطولات الجاية نقدر لو نفرح له بشيء بسيط، يعني جمهورنا يستاهل، وهاي اللي خسرناه، يعني ما خسرنا اليوم برا، خسرنا الجمهور يعني. فأتمنى إن شاء الله المباراة الجاية نعوض إن شاء الله. لا والله ما توفقنا، ما حالفنا الحظ اليوم. أكد لاعب المنتخب الإماراتي أحمد خليل أن المنتخب العراقي كان ندا قويا لهم في مباراة الدور نصف النهائي والتي انتهت بفوز المنتخب الإماراتي بالركلات الترجيحية. وقال خليل أن المباراة النهائية أمام المنتخب العماني ستكون أصعب رغم فوز المنتخب الإماراتي على نظيره العماني في الدور الأول. الحمد لله على الفوز، أتوقع الفوز هذا يعني تعب المنتخب العراقي، ما قصر، قدم مباراة قوية. كنا نحن تفاجأنا يمكن من المنتخب العراقي، أتوقع أن المباراة كانت صعبة علينا اليوم نجتهد. أتوقع المباراة اللي راح تكون مباراة أصعب عن المنتخب العماني. هذا نهائي، وأنت تعرف يعني كالنهائي لها كلها طعم ثاني. إن شاء الله نحن كلاعبين اليوم عندنا ثقة كبيرة يعني في الجهاز الإداري والجهاز الفني، وأنا كلاعب اليوم عندي ثقة كبيرة على اللاعبين. أتوقع أن المباراة راح تكون مباراة صعبة، لكن في النهاية نحن نسهل على أعمارنا عشان نطلع بالبطولة إن شاء الله. رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح أكد أن مجلس إدارة الاتحاد سيناقش عقب ختام دورة الخليج سلبيات مشاركة المنتخب الكويتي في الدورة. وقال اليوسف أن الاتحاد تلقى رسميا دعوة من الاتحاد التونسي لإجراء لقاء تجريبي مع منتخب بلاده خلال الشهر الجاري. ننتظر بس إن شاء الله يخلص كأس الخليج ونحتفل في ضيوفنا، ومن ثم إن شاء الله هناك فريق إعداد للمرحلة القادمة بالنسبة للأزرق بإذن الله. إن شاء الله باكر في اجتماع مجلس إدارة راح يقرر مجلس الإدارة واللجنة الفنية بإقامة مباراة ودية بناء على طلب المنتخب التونسي إن شاء الله. وقبل ختام نشرتنا لهذا اليوم نذكركم بإمكانية متابعتنا عبر موقع تويتر @الراي ميديا جروب، ومشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على يوتيوب الراي تيوب. شكرا للمتابعة.